ايه الجزء التالت ان شاء الله. في الجزء ده هنتكلم فيه عن ازاي اعمل دي اكس اف فايل يتصدر لبرنامج الايبابس. مبدئيا اول سؤال يجي في بالك هو ايه الفرق بين الدي اكس اف بتاع الايبابس وبتاع السيف؟ مبدئيا التمثيل هو نفس التمثيل، بمعنى العمدان بلاطات فتحات امر جول لاين، الكاميرات والحيطان بامر لاين، تفهم كده؟ طب هو بس هنا في فرق حاجتين مهمين جدا جدا يخليك انك تطول احيانا في الدي اكس اف بتاع الايبابس شويه عن السيف. ايه هو؟ اول حاجه برنامج الايبابس بيتعامل مع العمود ان هو نقطه وبيكريتلوش الريجيد زون اللي حوالين العمود، بالتالي حضرتك في الديكس بتاع التابس في الديكس بتاع التابس هتمثل عمود الريكتانجل عادي، بس عشان العمود مش هيشتغل غير من المركز الهندسي بتاعه لازم يبقى بدايه الكاميرا نص العمود ونهايه الكاميرا نص العمود، ودي حاجه تطبيق مش سهله هتاخد وقت ولا ليه دلوقتي، لانك هيبقى عندك عمود مثلا هنا الابعاد والعمود اللي جنبه ابعاد ثانيه، طب هربط نص ده مع نص ده ازاي؟ حد فاهم حاجه؟ ده اللي هنتكلم عنه كمان دقيقتين يعني. ده اول فرق ان لازم الكاميرا عشان تبقى رس ده عمود يبقى بدايتها دايما نص العمود ونهايتها المركز الهندسي للعمود ده. واضح كده؟ ده اول فرق. ثاني فرق برنامج الايبابس فيه ميزه مهمه جدا جدا ان هو بيقدر يعمل تشيك على الموديل بتاعك اذا كان في ايرور ولا لا. ومن الايرور اللي بتطلع في برنامج الايبابس ان هو ما بيقبلش او بيبقى عنده مشكله، واقول لك ليه بعدين ان شاء الله، يعني عنده مشكله انك تحط له عنصر بتعريف نون عليه حمل. يعني احنا كنا بندخل احمال حوالات على البلاطه ازاي؟ كنا بنعرف كاميرات صاحب شوت تعريف نون ونحط عليها احمال. السيف اللي تابس ما بيبقاش حاجه زي كده، السيف يبقى حاجه زي كده، لان السيف ما بيخش الا تشيك ايرور، التابس الا تشيك ايرور. نفس المبدا بالنسبه لفكره المطابخ والحمامات والبلكونات. عشان انا قلت لك هنحط هنا ال 200 ونحط هنا الفرق ال 100 من 200 ل 300، هنا ما فيش الكلام ده. في الايتابس انت هتحط الحمل الافريج اللي هو 250 كيلو. وفي الاحمال الحوائط هتتسيح على المساحه، مفيش حمل حيطه هيتحط لينير في الايتابس عشان التشيك ايرور والمشكله اللي نتكلم عنها بعد كده. احنا عرفنا الفرق بين الاثنين مع بعض، ها واضحه العمليه يا شباب؟ تعالى نبدا نطبق. عايزين نبدا نعمل دي اكس اف بتاع سقف البدروم، قول لي اسرع حاجه ابدا منها ايه؟ اسرع حاجه يعني ممكن اخد من حاجه سيف از سيف بتاع السيف، اخد منه سيف از نشتغل على ايه؟ على الدي اكس اف بتاعتك. انا اروح جاري اخد سيف از من ده واسيف ده في محاضره النهارده مثلا، اقول ان ده هيبقى دي اكس اف سيف زي الفل. ايه بقى الفرق بين ده وبين ده؟ اول حاجه حته المركز، مركز العمود للعمود الكاميرات. تاني حاجه ان مفيش الحيطان ده بقى مش موجوده خلاص يعني. اول حاجه مركز، مركز اوعى إيه تنسى حاجه مهمه جدا جدا، ان حضرتك الاول هتجيب العمدان اللي انت عملت لها ديزاين، اوعى إيه تنسى دي، اوعى إيه تشتغل على العمدان دي. انت كده الشويه اللي قعدنا اشتغلناهم طول اليوم ولا عملت لهم حاجه، نسيتهم هناك في عند اللوحه، اللوحات المعماريه نعمل بيهم ايه دول؟ انت لازم تجيبهم هنا بابعادهم الجديده ساعه شمس ولا لا؟ طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى احنا كنا عاملين لها ابديت خلاص، هنا كان في خلاص العمدان دي كلها خلصانه. بس النظر عن الكود ده دي لوحده، هقرا عندنا نتكلم عنها بعدين ان شاء الله. صح كده؟ وكل الحاجات الايه؟ كل الحاجات القديمه هتتشال. وتعالى اعمل لاير ايزوليت للعمدان دي ومنتشها نفس التمتيش. كل اللي عملته يا باشمهندس ان انا ايه؟ عملت ابديت للعمدان، كل عمود بالبعد بتاعه الجديد، شايفين؟ اوكي؟ طيب الخطوه اللي بعدها الحيطان دي دلوقتي مش موجوده عندي بالشكل ده، فامسح الحيطان دي واقول لك هتدخلها ازاي المره الجايه في الريتابس ان شاء الله. عايز اعمل ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ عايز بقى احقق القاعده اللي انا قلت عليها اللي هو الكاميرا تبقى بدايتها نص العمود ونهايتها نص العمود. مبدئيا انت عشان تعمل في البدايه الحركه دي هتقول له موف من اند بتاع الكاميرا للسنتر بتاع الايه؟ شايفين لقطه النص بتاع الكاميرا. بس هنا تلاقي عندك مشكله ان النص هنا مش راكب مع النص هنا، لان ايه؟ العمود ده غير ابعاد الايه؟ ابعاد العمود. ده الحل هنا ايه؟ قدامك حاجه من الاثنين، ركز معايا في الكلام، قدامك حاجه من الاثنين، لا اما انك تحرك العمود لا اما انك تميل الكاميرا. تاني، لا اما انك تحرك العمود لا اما انك تميل. طبعا منظر انك تميل الكاميرا ده منظر مش لطيف. وبالتالي انت هتعمل ايه؟ هتحرك العمود. هتحرك العمود كم حركه؟ العمود ده لو اتحرك دلوقتي هيتحرك حركة واحدة بس اللي هي الحركة بتاعت دلوقتي في المشروع ككل. لأن ما ينفعش إنك تحرك العمود دلوقتي حركة
بتيجي في لوحه ثانيه يتحركوا حركه ثانيه فتلاقي ان المركز الانسي بتاع البدروم مش راكب مع المركز الانسي بتاع الدور الارضي. مبنى عندك هيرقص لوحده. انت لازم تتاكد المركز الانسي ايه منطبق من البدروم لحد اخر دور لكل عمود. بالتالي العمود بيتحرك حركه واحده وبيتاخد منه سي اس بنفس المكان في باقي اللوحات. ما ينفعش تتحرك ثاني. فانا عايز احرك العمود دلوقتي حركه واحده اعمل ايه؟ هسلكت على ده كده واقول له موف ركز معايا كتطبيق من هنا لحد هنا. وبعد كده اعمل الاسترتش بالشكل ده. طولته النص. هل انا قلته ده صعب ولا سهل؟ هقول لك حل المشكله دي دلوقتي يعني. بس خلينا نكمل. لو انا امسك الكاميرا اللي بعدها اهو من اند للسنتر اكستند العمود ده هيعمل فيه ايه؟ هنعمل له موف مش لايت اهو المركز اطو النص بتاعه وبعد كده لقطه المركز بالشكل ده. بعد كده هات الكاميرا اللي بعدها وهكذا. وعينك معايا يا باشمهندس. ده من لاقط ولا مش لاقط؟ ده مش لاقط اهو. ده النص بتاع العمود ده الاند بتاع الكاميرا. حرك العمود. طبعا بقى لازم تبقى متفعل السناب وانت شغال على الايه؟ على الكاد. هنا يعني برضو ده مش لاقط. بس في كام واحدة مش لازمين في بعض. يعني مش لازمين في بعض معلش. الرقم اللي احنا عملناه مش متصدرين. اه معلش اوكي. وفي برضو من التالية من هناك برضه. بس احنا الأول نشوف شوف ده المركز فين بالظبط. التالية برضه معمول أول واحدة ما شاء الله. فين أنا الواحدة دي؟ على فكره الشمس بقى ده كان اختبار صح يعني دي حاجه مقصوده اوكي كان ركز يعني الله ينور عليك يا شمس انت جاي تقول لي دلوقتي بس الله نعم الوكيل انا الكلام كمان ده هو كده كده لو حد كلها خلصانه اوكي لا شمس ولا يهمك هو انت اللي عملت كده اوكي خلص بس التسجيل ده شوف هنعمل ايه. هكذا ده مدي دي كده لحد هنا. وادي هاد ايه اهو بركز بقى معايا في الحته اللي احنا عايزين نقولها يعني. كده انا خلصت الصف ده صح يا شباب؟ عايزين نخش بقى على الصف الثاني. هاجي بقى هنا مش العمود ده انا حركته حركه واحده؟ صح؟ كل سنه وانت طيب مش هتحرك ثاني خالص. دي بقى هتعمل لها موف من هنا لحد هنا. طب بالنسبه للعمود اللي فوق لا عادي ده ما اتحركش قبل كده فهيتحرك ايه هيتحرك حركه واحده بالشكل ده بعد كده مدي دي هنيجي مثلا هنا وليكن بالنسبه للعمود ده اتحرك خلاص دلوقتي لو انت جيت حركت العمود ده مثلا من هنا لحد هنا انت عارف انت عملت ايه دول دول اللي تعمل بالظبط كل دول ما هوش ايه بقى عندهم مشكله فهتعمل ايه موف من هنا كده لحد هنا هتعمل الكلام ده مع كل اللي مش منصين مع كل العمدان عشان بس نكسب وقت يعني كل العمدان مع الكاميرات كويس طبعا انت دلوقتي لو كنت شغال في سلاب كان زمانك بريس خلاص طبعا انا بقول كده عشان ايه اشتغل سوليد برضه يا باشمهندس محترم عشان السوليد الكلام ده عامل زي بطاطا بس لو تلاحظ هنا ان انت عندك هنا مشكله ايه هي هتلاقي ان بعض العمدان هتخرج بره حد البلاطه ايه الحل هشوف اكبر عمود او اكتر اكستنشن حصلت لعمود بالظبط واقول له كونستراكشن لاين خط هوريزونتال هنا ولكن هو العمود ده هسحب دي بالشكل ده ما فهمت العمليه ولا لا هتعمل الكلام ده مع كل الايه مع كل الكاميرات والعمدات في المجرم بتاعك كونستراكشن لاين وسحبت النقطه للكونستراكشن لاين لان هو الاكتر عمود خارج بره الحدود يعني تمام عشان يبقى البلاطه واخده كل العمدان معاها كويس خلصت الكلام ده فتيجي تبص بقى على الديك سيرف بتاعي ده بس اللي هو خلصان اوتوماتيك يعني لان هو بالشكل ده ركز معايا كده وبص على البلان بتاعك بالكامل واللي عنده سؤال يسال لان كل كاميرا بدايتها نص عمود ونهايتها نص عمود كده حد عنده اي سؤال؟ خلصت الديك سيف بتاع البدروم؟ بعد ما تخلص الديك سيف بتاع البدروم او دايما عود نفسك انك هتبدا بالديك سيف اللي فيه كاميرات كتير اول ما تخلصه هتمسك الديك سيف ده وتنقله من نقطه ثابته. نقطه تبقى ثابته في كل البلانات اللي هو مثلا كورنر العمود بتاعك هتنقل السقف بتاعك ده لنقطه الايه؟ لنقطه الصفر
والصفر. ايه السبب؟ صلى على النبي. لو انت خليت احداثيات كل دور مختلفة عن الدور الثاني هتيجي تركب الاسقف دي على بعض في الاداب مش تركب على بعض اصلا. لازم عشان تركب على بعض المنشأ نفسه ينطبق يعني لازم كله بنفس الاحداثيات. يبقى انا هثبت ايه؟ هثبت كورنر ثابت اللي هو العمود بتاعي. هحطه بنقله منين؟ نقطة صفر صفر. انا خلصت دلوقتي سقف البدروم. عايز حد جدع فيكم يقول لي عشان اعمل ديك صفر بتاع الدور الارضي اسرع حاجة تيجي في بالي اعمل ايه؟ بتاع الدور الارضي بقى اللي هو فلات ستاب وفي مارجنال بيم بس. عشان هنعتبر ان الباشمهندس اللي ده اللي هو عايز يوصله بقى نص ساعة هنعتبره ان هو صح. هو فعلا صح. احسن حاجة تعملها طبعا هو قال كده انا هعتبره قال كده يعني انك تاخد سيف ازمن ده. ما تبداش مع الديك سيف بتاع الارضي بتاع السيف. خد سيف ازمن ده ليه بقى؟ عشان تضمن ان حركة العمدان ثابتة. العمدان بنفس احداثياتها فلازم تبقى في نفس احداثياتها في كل البرنامج. كل اللي هعمله انا هعمل ايه؟ كل اللي هعمله ان انا هفتح الديك سيف ده وهفتح جنبيه الديك سيف بتاع الدور الارضي بتاع السيف. تعالوا نفتحهم جنب بعض. جنب بعض اهو. كل اللي انا محتاج ان انا اعمله ايه؟ او يعني بشكل اخر زي ما زميلكم برضه قال هنجيب دول جنب بعض هنا. مش انا عندي هنا كاميرات؟ صح؟ وعندي هنا كاميرات؟ كل اللي هعمله دلوقتي حاجه بسيطه جدا جدا. هعمل ايه الريزولت ده؟ وطار كل الكاميرات اللي جوه. وكمان حافظت على الكاميرات اللي بره وان هي مرسومه من السنتر والسنتر. يعني مش هروح اتعب في الكاميرات دي خالص. المارجنال بيم اللي هنا هي بتاعت البدروم اللي هنا. الفرق بس الابعاد مختلفه يعني 25 تبقى 12 ب60 هديها ليه 12 ب60 ايه المشكله يعني. وعندي هنا كاميرا ناقصه وهنا كاميرا ناقصه اروح ارسم دي وارسم دي بدل ما ابدا اعدل كل ده من اول جديد. لانك لو اشتغلت بقى على ديك سيف القديم بتاع الجراوند هتمشي بنفس الموال بشرط انك هتبقى غلطان ان ما خدتش العمدان بنفس الاحداثيات. يعني ميزه ان خدت سيف از ان انا خدت العمدان بنفس الاحداثيات وان انا حافظت على مكان الكاميرات المارجنال. بعد كده يا باشمهندس وايه الفرق بقى البراطه دي مختلفه عن البراطه دي؟ خلاص طير دي وهدي كوبي واعمل لها ستريتش في تحدي مختلفه طير دول وهدي دول مكانهم واعمل لهم ستريتش. خلصت امسح ده بقى عندك الدي اكس اف بتاعك بتاع الدور الارضي بالشكل ده. وضمنت كمان ان هو ان انت ما نسيتش وغلطت ولا حاجه وما نلتوش الصفر صفر هو اوتوماتيك متاخد سيف اس فبنقول الصفر والصفر. ده الدي اكس اف بتاع الدور الارضي وده الدي اكس اف بتاع الدور الاول. طبعا دي عظمه الفلات سلاب بقى. مفيش بقى سنتر مفيش كاميرات اصلا مش عامل حاجه اصلا. وده بتاع التيبيكال وهكذا. مبدئيا كده حد عنده اي سؤال في الدي اكس اف بتاع التابس؟ حد مش فاهم في حاجه معينه؟ اكيد. خلينا كده نتكلم عن التسليح بتاع العمدان كمبدا ازاي بنسلح العمدان بتاعتنا. يعني انا دلوقتي بيقول لي ان انا عندي قطاع 30 في 40 في 10 في 16 هرص الرصه دي ازاي؟ مبدئيا انا بقول لك ليه الحته دي دلوقتي عشان احنا هنروح هناك على الاتابس هنسلح العمدان. فلازم عشان تسلح العمدان على الاتابس عشان تشيك بقى ان القطاع بتاعك بالابعاد بتاعتك بالتسليح بتاعك العمود نفسه يقدر يشيل احمال الزلازل مع الاحمال الراسيه ولا لا. عشان تسلح العمود في الادابس يا باشمهندس لازم تبقى رسمه على الكاد او رسمه على ايدك او اسهل على الكاد يعني. ترسمه على الكاد طبقا ليه كونديشن معينه. ايه هي بقى الكونديشن اللي من خلالها ببدا اسلح اي عمود؟ انا عندي ثلاثه كونديشن تخص العمدان كتسليح. اول شرط ان الكود بيقول لي صفحه 60 الباب السادس في الكود ان المسافه بين السيخ المربوط والسيخ المربوط في العمود ما تزيدش عن 25 سم. يعني وانا برص الحديد ما زودش المسافه بين السيخ المربوط والسيخ المربوط عن كام؟ 25. ايه يعني ايه سيخ مربوط؟ سيخ في كورنر كام؟ ده كده اسمه سيخ مربوط. ده اول شرط. سيخ في كورنر كام؟ طب تاني شرط ان المسافه بين السيخ المربوط والسيخ السايب ما تزيدش عن 15 سم. تالت شرط والاخير في العمدان ما ينفعش يبقى عندي سيخين سايبين ورا بعض. لازم لو عندي سيخ سايب السيخ اللي بعديه على طول يبقى ممسوك في كام؟ كده اتفهمت الكونديشن اللي نبدا نصلح عليها؟ نبدا نصلح. بسم الله تعالى هات لي اي عمود من هنا امتش منه بس في اللوحه اللي عندي هناك. اقعد اقول له دلوقتي انا عايز ابدا اعمل ايه؟ عايز ابدا ارسم العمود بتاعي بالتسليح بتاعي. تعالى مثلا نبدا بالعمود ده بسم الله. ركز معايا بقى ازاي بصلح العمود بسرعه
نفس الوقت محترم الكونديشن بتاعت الايه بتاعت الكود. اول حاجه تعالى نفعل الكرنت لاير دي واقول له عايز اسمع موتر ديم في 40 فاقول له ريكتانجل دايمنشن 40 سنتي في 30 سنتي. بعد كده هاخد اوفست للكان كونكريت كفر اللي بنشغل بيه 2 سنتي ونص فاقول له اوفست 25 من 1000 بالشكل ده. بعد كده اقول له الكان هرسمها بالقطر بتاعها فاقول له اوفست مثلا 10 مللي اللي هي 1 سنتي بالشكل ده. بعد كده اروح امتش الكانه بتاعتي كده. الكانه دي لما تيجي تتن مش تيجي زاويه 90 كده تيجي فيلت ارك يعني هنفلت ريدس اللي هناخده كام. انا عندي القطر بتاع السيخ 16 مللي يبقى نص القطر كام 8 مللي. اقول له فيلت ريدس 8 من 1000 وجاري اضرب عيني على البول لاين واقول له هات لي دي كلها بول لاين هات لي دي كلها. هل اللي بقوله صعب؟ بعد كده هترسم السيخ اللي قطره 16 مللي وهشر السيخ تهشير سوليد بقول لك اسرع طريقه ترسم بيها الحديد التسليح بتاع العمود واعمل ماتش. صح الكلام؟ امدش اهو من اللير بتاعت الايه التسليح. الخطوه دي يا باشمهندس انا عندي كام سيخ؟ هم 10 سيخ فاي 16. هنرسمهم ازاي؟ بص سيدي العمود 30 في 40 انا دايما بعمل ايه؟ انا دايما بعمل الاتي. لو انا عندي ضلع العمود القليل 30 سنتي برص فيه 3 سيخ و3 سيخ. بعد كده برص الباقي على الجنب الطويل. بعد كده اتاكد ان انا محقق الشرط كده ثابت كطريقه شغل يعني. انا اعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له كوبي واقول له ايه لو فاكرين في محاضره الكاد كوبي اري سنتر ايه 3 فت لحد هنا ونفس الكلام خد لي ده بس ميرور الناحيه الثانيه اقول لك ليه دلوقتي. المفروض ان انا لو دول 3 دول 3 يبقى كام؟ 6 يبقى بقى كام هنا وكام هنا؟ 2 و2 صح؟ 2 وسيخ هنا يبقى كام؟ 3 والاري اصلا بيتعدى كسيخ يبقى كام؟ يبقى 4 من الاخر يعني. انت عايز تحط كام سيخ على الضلع ده؟ 4 سيخ سيلكت على ده كده وعلى ده كده وجاري يقول له ها كوبي السنتر بتاعك اري 4 فت لحد هنا. بعد كده عايز تعمل ايه؟ عايز ابدا يا باشمهندس دلوقتي ان انا احط الكنان بتاعتي. هنجيب قفل كان طبعا القطاع ده كان مرسوم بسكيل 1 ل 25 فده يتضرب في سكيل ربع. حط قفل الكنان ده هنا. عايز ابدا احط الكنان بتاعتي مبدئيا. انا قلت لك ما ينفعش يبقى في سيخين سايبين ورا بعض. عايز ارسم الكنان دي برده بنفس المبدا باسرع طريقه ممكنه. هعمل الاتي هسلكت على ده كده واخد منه نسخه على مسافه انا عارفها متر مثلا. ايه رايك؟ واظبط استرتشاتي. حد فاهم حاجه؟ خلصت يا باشمهندس رجعها تاني نفس المتر تحت. كده انت خلصت التسليح بتاع الايه؟ العمود بتاعك. شيك بقى على مسافاتك المسافه بين السيخ المربوط والسيخ المربوط ما تزيدش عن 25 سم. المسافه دي كام؟ 10 سم. ده بعيد خالص. المسافه بين السيخ المربوط والسيخ السايب ما تزيدش عن 25 سم. المسافه دي كام؟ كده انا محقق الشرط ولا مش محقق الشرط؟ حد عنده اي سؤال في رسم التسليح بتاع العمدان؟ يلا اختاروا انتوا كلكم كده اختاروا عمودين من هنا كمان نسلحهم بسرعه. عمود دائري وعمود تاني. 18 ده يعني؟ ماشي اوكي. هنقول له عندي عمود ريكتانجل 30 في متر 10 الحديد بتاعه 13 18 سيخ فاي 22 هقول له ريكتانجل دايمنشن متر 10 في 30 سم زي الفل. بعد كده بعد كده اقول له اوفست 2 سم ونص كونكريت كفر. بعد كده اوفست تاني 10 مللي للكانه نفسها ومتش اللير بتاعه الكانه. بعد كده اقول له فيلت ريديوس القطر عندي 22 مللي يبقى نص القطر كام؟ 11 مللي. بول لاين بول لاين اروح ارسم السيغ بتاعي الدايمتر بتاعه هيبقى 22 مللي وهشره لتهشير سوليد واقول له ماتش اللير بتاعه التسليح وسلكت على ده حركه بالشكل ده كده. انا عندي 18 سيخ اول حاجه اعملها ايه؟ هقول له قوي مش الدرجه دي 30 سم يبقى احط هنا كام سيخ؟ الري 3 لحد فين؟ هنا كده. بعد كده اخد ده على طول ايه؟ ها؟ ايرور الناحيه الثانيه كده. لو دول سيخ وسيخ يبقى سيخين من 18 كام؟ 16 على 2 كام؟ 8 يبقى هنا كام سيخ؟ 8 هنا كام سيخ؟ 8 سلكت جاري على دول كده واقول له كوبي سنتر
الري 8 فت لحد هنا. هل انا برضه خد وقت او حاجه؟ طب شايف كده سريعا على المسافات لو السيخ كان سايبه مربوط هيبقى كام؟ 14 وشويه يعني. بالتالي ده هتبقى مسيفه ودي هتبقى مسيفه صح الكلام. عايزين نبدا نحط اللي هي يا شباب القناه بتاعتنا على هنا. ممكن تشتغل باكتر من مدرسه. المدرسه الاولى سلكت على ده كوبي وبص كده للشكل بتاعك وهات مثلا ثلاثه دول مع بعض بالشكل ده كده على مسافه انت عارفها. بعد كده استرتشات يا ريس. خلصت؟ ها رجعها تاني موف المتر فوق. خلصت يا باشمهندس سلكت عليها وعمل لها ميرور. هل الطريقه دي فيها مشكله؟ دي الطريقه الاولى. ها الطريقه الثانيه انك هتشتغل كده ولا كأن عملت ميرور لدي وهتعمل استريتش كده. انا بقول لك اكتر من طريقه يعني. وتاخدها ميرور الناحيه الثانيه. دي الطريقه الثانيه مثلا. واحده بالظبط. دي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه يعني انا بقول لك اكتر من حاجه واشتغل على الاريح ليك يعني. الطريقه الثالثه ان انا اعمل كانه جوه كانه واخد من دي اهو نسخه مع الاثنين اللي جوه دول واقول له كوبي المتر بتاعي اللي انا عارفه واقول له ستريتش على قد السخين دول. ورجعها تاني لايه؟ ولا ازاي مش لسه ليك انا كنت عامل سيليكت اصلا؟ ايه؟ ازاي مش لسه ليك من حاجه بالشيفت؟ انا سلكت عليها اهو. دوس على الشيفت واختارها تاني. اوكي. حد هناك مشكله؟ صلحت العمود باكتر من طريقه. اللي انت عايزه كله. عندي عمود تاني كام؟ ها دايري قطره 60 سم 23 باي 18. اصلحه ازاي باسرع طريقه ممكنه؟ سيركل القطر بتاعك 60 سم سهله برضه. بعد كده اوفست 2 سم ونص. الكونكريت كفر. بعد كده قص الثاني 10 مللي كسمك ليه او كقطر ليه الكانه نفسها واعمل ماتش يا باشمهندس. بعد كده هات السيخ الفاي 18 ده اللي انت كنت لسه عامله في عمود ثاني مثلا. كنا عاملينه فين؟ ايا كان مش فارقه. اتكلم كمبدا يعني كنترول سي كنترول في هنا وسقطه في الربع بتاع الايه؟ بس بالسنس كده يعني. شفت السنس؟ ايه الربع بالظبط؟ كويس. بعد كده عايز تعمل ايه؟ تقول ان انت عندك 23 سيخ في 18 سلك على طول وامر اري بقى على طول. هنا في الدايره مش قوي اري، اري على طول. واقول له هما كام ايتمز يا باشمهندس؟ هو هنرص بولر ونرص من السنتر ده هما 23 سيخ. واعمل لهم اكسبلود. حد عنده اي سؤال في تسليح العمدان؟ ها؟ اكيد؟